لنفترض البكاء ولنفترض وجع الأمل، بكاء كما يليق بمصاب ليس كأي مصاب، ووجع وضمور أمل تجسد في صانع الآمال طوال سنوات كانت عهدنا به، ارتبطت بالمنجز والتسامح واقترنت بكل شيء جميل. أعترف لا أدري كيف أنظر إلى الأمام، إلى الآفاق التي تبدو أمامي منغلقة تماما، والحزن يصعد من رأسي كفوهة بركان ثائر، بين يدي وجعين ليس لهما حدود ولا اللغة قادرة على وصفهما والتعبير عنهما، والبوح لهذا العالم الكبير بما في داخلي كي يشاركني ويشارك أمة مفجوعة مكلومة كل هذا البين. بين يدي وفي جوانب نفسي وجعان، وجع الفقد ووجع اللايقين. أقف اليوم وكأنني يتيمة وحيدة في صحراء واسعة، أقف على حافة الأربعين، أبكي قبرا ليس به جثمان تخاطبه هذه الدموع المدرارة، أبكي جسدا لم تغب روحه من بين عيني، فكيف أبكيك وكيف لا أبكيك؟ لم أودع الجسد ولم أقف على الضريح ولم أستقبل العزاء، لكن قلبي ووجه البلاد اتشحا بسواد ثقيل كأنه ليل يأبى صبحه الانبلاج. أقف على حافة الأربعين بين أمل العودة ويأس النهاية، ينتابني وجع المريضين بالأمل والمصابين باليأس في الوقت نفسه. كيف استطعت أن أمنع نفسي عن تعزية الأهل والمحبين؟ وكيف لي أن أعزي أحدا حتى نفسي؟ كيف أرسل عزاءك ونفسي ترفض التصديق وداخلي ينتظر تكذيب كل ما قيل وروج وصور؟ ثمة أمل مصاب باليأس يحرض السواد على أن يغزو كل صبح، والوحشة تكسو كل قلب والدموع تغرق كل أفق. ثمة يأس مصاب بالأمل يرتقب عودتك من مكان ما، تماما كما ينتظر الضامي في صحراء مقفرة ماء حتى لو كان محض سراب. ينتابني عشية الأربعين يأس المصابين بالفجيعة وأمل المهووسين بالانتظار. كل يوم مرة حتى وصلنا عشية يومك الأربعين، كان يقلب ذكريات ملأت الخاطر وينبش أزمنة لا يمكن أن تمحى من الذاكرة. كان يذكرني كيف راوغت النهاية في لحظات الصلاة، ثم كيف خرجت من بين الرماد لتقول إذا أنتم بخير فأنا بخير، وكيف أجدت الخلاص من كل فخاخ الحياة، وكيف تمرست في لعبة العودة من الموت والابتسامة تعلو محياك. فكيف لأمل عودتك أن يكون وهما وقد أنجزته ذات موت تربص بك؟ ومن لجة الوجع ينبجس يقين ببلاد لن نخذلها ووطن لن نبيعه وأمنيات كنت ترجوها سنضعها بين حدقات العيون، ولسوف تعلو الأمنيات وتورق ويكون الغد يمنيا كما يليق، ونكون معا قد جمعنا ما يضيء من الذكريات لنصنع للغد قصته المشرقة وللبلاد طريقها مثل استشهاد الأخ العزيز عارف الزوكا الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام صدمة حقيقية، ليس لي أنا فحسب وإنما لكل قيادات المؤتمر الشعبي العام وأعضائه وكل حلفاء المؤتمر ومناصريه. لم نكن نتوقع أن يرحل عنا وهو في قمة عطائه ونضاله الوطني، ولكنها إرادة الله العلي العظيم الذي أراد أن يمنحه الشهادة في خندق الوطنية والجمهورية وهو بجوار رفيقه الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. عندما نتحدث عن الشهيد عارف الزوكا فإننا نتحدث عن قيم ومبادئ إنسانية عظيمة كانت تسكن قلبه وروحه، نتحدث عن صاحب عقل يتميز بالحكمة وفن التعامل مع الآخرين، نتحدث عن رجل فذ ومسؤول وطني من طراز فريد، نتحدث عن الوفاء الحقيقي للوطن أولا وللمؤتمر الشعبي العام ثانيا. نتحدث عن الشهيد عارف الزكا
فإننا نتحدث عن الفكر الميثاقي الأصيل الذي تمثل قولاً وفعلاً في كل تعاملاته وعلاقاته مع الآخرين. نتحدث عن قامة وطنية مثلت العنوان البارز للوفاء والإخلاص والكفاءة والنزاهة والمسؤولية الوطنية والحب الشامخ والكبير للوطن الأرض والإنسان ولتنظيمه الرائد المؤتمر الشعبي العام. رحل عنا الأمين عارف الزوكا الأكثر وفاء لوطنه وتنظيمه والأكثر إخلاصا لرفيق دربه الشهيد القائد علي عبد الله صالح الذي استلهم منه معنى الوطنية وقيمها ومبادئها العظيمة التي يجهلها الكثير من المتشدقين بالوطنية اليوم المتسلقون على ظهر المسؤولية الذين رأيناهم يسقطون تباعا في حفر الغدر والعمالة والخيانة والارتزاق. لقد فقد المؤتمر باستشهاد الأخ والصديق العزيز عارف الزوكا قامة وطنية وتنظيمية شامخة قل أن تتكرر مثلها، وخاصة في هذا الزمن الرديء الذي تحول فيه الوطني إلى خائن والصادق إلى كاذب والمخلص والنزيه إلى متآمر. فقدنا جميعا محاورا بارعا يذود عن حياض الوطن بالكلمة الموقف التي لا يمكن إخضاعها للبيع والشراء أو تجاوزها والقفز عليها، ولا يمكن لأي كان أن ينسى ما قدمه خلال جلسات المفاوضات المنعقدة في الكويت وما قبلها من أجل الوطن وسلامته وسلامة أبنائه. رفض الكثير من الإغراءات التي عرضت عليه للتخلي عن مواقفه الوطنية الشجاعة والتخلي عن رفاق دربه والالتحاق بطابور العمالة والخيانة، وبقى متمسكاً بمبادئه وقيمه التي استلهمها من قائده المعلم الإنسان الشهيد الصالح. هذه هي الحقيقة التي لا يمكن للشهيد عارف الزوكا أن يتجاوزها، وهو من يقول لا بطولة لخائن وغدار ولا شرف لعميل ومرتزق. فأين أولئك الذين يدعون الوطنية والدفاع عن كرامة شعب من الشهيد عارف الزوكا؟ أين أصحاب لغة الحقد والكراهية والبغضاء من لغة السلام والمحبة والتسامح التي كانت تسكن قلب وعقل وروح السياسي عارف الزوكا؟ فرق شاسع بينك وبينهم صديقي الأعز، فرق شاسع بين مشروعك الوحدوي الكبير وبين مشاريعهم الصغيرة، بين مبادئك الشاملة والجامعة وبين أهدافهم الرخيصة، بين هدفك السامي صوب المصالحة الوطنية وبين أهدافهم التمزيقية التفتيتية الهدامة. قد يكون عارف الزوكا رحل عن دنيانا إلى جوار ربه، لكنه باق في قلوبنا لم يموت. نعم، سيبقى حاضرا بوطنيته ووحدويته، بنبله ووفائه وإخلاصه، بقيمه ومبادئه التي سنستلهمها ما بقينا أحياء، والتي لا يمكن المزايدة عليها من أي كان، ومن يقول عكس ذلك عليه أن يذهب أولا ليتعلم المعنى الكبير للوطنية والكرامة، ومن ثم يأتي ليتحدث عن الخيانة والعمالة والغدر. يقينا أيها الشهيد البطل عارف الزوكا لن يفلح ولن يستطيع دعاة القتل والدم والعدم أن نيل من ثقة وإيمان المؤتمريين وكل الوطنيين الشرفاء بالمبادئ والقيم التي تبني ولا تهدم، توحد ولا تفرق، تجمع ولا تشتت، وكنت أحد دعاتها وواحدا من يرفض التفريط بنهج الحرية والاعتدال والوسطية والسلام. عشت بيننا أيها الشهيد وطنيا ثابتا على مواقفه الوطنية، عشت كريما وشريفا ذائدا عن حياض الوطن ترفض الخنوع والاستسلام، عشت كبيرا شامخا وقائدا مؤتمريا شجاعا. يهابك الكثير من أدعياء الوطن المتشدقين بحماية الوطن والدفاع عنه وعن كرامة شعبه. ستبقى بعد استشهادك علما شامخا من أعلام الوطنية والمحبة والتصالح والسلام، سيبقى اسمك حاضرا في سماء مدرسة الصالح الوطنية المؤتمرية، يرتعب عند ذكره أو سماعه دعاة الجهل والتجهيل، أمراء التزييف والكذب، تجار الحروب وعشاق القتل والهدم. فنم قرير العين أيها الشهيد الأمين على عهدك ووعدك عارف الزوكا، نم أيها الخالد الحي في قلوبنا، وهنيئا لك الشهادة. فائق السيد باعلوي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام.